بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. شلونكم حبايبي؟ يا رب تكونون بخير وصحة وعافية وسلام. عندنا من ضمن سلسلة مجربات، اليوم عندنا مجربة جديدة. هذه المجربة هي خاصة للبيوت اللي تصير بها دائما عصبية، دائما بها مشاكل، ماكو هدوء، ماكو راحة، أهل البيت دائما متعصبين، أهل البيت دائما تعبانين، هذا البيت دائما القابة بيه النار والعصبية. المجربة جدا سهلة وبسيطة. شو وقت تسووها؟ تسووها ورا صلاة الصبح، ورا ما تكملين الصلاة مالتك وتخلصين، تجيبي لك قلاص ماي بارد، هذا قلاص الماي البارد العادي، قلاص ماي بارد، بس شرط لازم يكون بارد، وبعد يا حبذا انه يكون مجرش بعد احسن، وتاخذينه وتقلبينه باب البيت، بعتبة باب البيت، وانت تقلبين بيه اثناء ما الماي ينقلب شو ترددين؟ اللهم صلي على محمد وآل محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ثلاث شغلات جدا سهلة وبسيطة. اثناء ما تقلبين بالماء، تقلبين بالماء على كيفك على طول عتبة الباب، وانت تقلبين ترددين بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي على محمد وآل محمد، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يعني ماكو مشكلة اذا قدمتي وحدة واخرتي وحدة على الثانية، بس المهم ترددين هذول ثلاث شغلات، اللهم صلي على محمد وآل محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بقدرة هذه الكلمات وبقدرة آل بيت محمد، هذه الماي البارد يبرد البيت إن شاء الله. شقد ما هو الماي بارد، راح تشوفين هذا البيت يبرد، هذه العصبية تروح، هذه الحدة والمشاكل تروح. استمر عليها بشكل يومي بشكل يومي، راح تلاحظين فرق. أكو بعض اللي يعني الروايات إنه هذا الماي البارد قدرين تحطين عليه قطرات ماي ورد، يعني قدرين إنه إذا عندش ماي ورد، هذا الماي البارد المثلج، حط عليه كم قطرة ماي ورد، وهم ما ترشي بعتبة الباب، وأثناء ما ترشين هم ما ترددي اللهم صل على محمد وآل محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه الكلمات جدا كافية أنه تطفي هاي النار، تخفف هاي العصبية، إن شاء الله تروح الحدة والعصبية وهاي المشاكل. وشوفينها شوي شوي هاي النار القابة بالبيت تهفت ببركة هذا الماي، وإن شاء الله يا رب تجربوها وتستفادوا من عندها، وجدا سهلة وبسيطة، وأهم شيء يكون الإيمان والاستمرارية. ولا تنسونا من اللايك والاشتراك والتعليق الحلو. مع السلامة.